أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا ومتابعي طقس العرب في الأردن. نهار اليوم سادت أجواء باردة نسبيا، استمرت الرياح الشرقية أيضا بالهبوب التي زادت من شعور بالبرودة، لكن الأجواء كانت صافية ومشمسة في أغلب مناطق المملكة. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة، حيث تسود أجواء مستقرة غيوم متفرقة من النوع العالي 6 درجات مئوية فقط، الملموسة 3 درجات مئوية بفعل الرياح الشرقية التي تزيد من الشعور بالبرودة، الرطوبة مرتفعة حوالي 90% والرياح تكون شرقية الاتجاه معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة اليوم غد، نبدأ بالمنطقة الشمالية، طقس مستقر لكن تستمر الرياح الشرقية بالهبوب، المفرق 14 إلى 6، إربد 17 إلى 8، جرش 13 إلى 7، وعجلون 13 إلى 7 أيضا. المنطقة الوسطى نبدأ بالزرقاء حيث تتفرق بعض الغيوم العالية 13 إلى 5، البلقاء 16 إلى 9، عمان 12 إلى 7، مأدبة 13 إلى 6، البحر الميت 21 إلى 11. بالنسبة للمنطقة الجنوبية نبدأ بالكرك 12 إلى 5، الطفيلة 14 إلى 8، الشبك 13 إلى 6، معان 13 إلى 3، العقبة 21 إلى 12 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الشرقية الأزرق 14 إلى 8، الصفاوي 14 إلى 7، والرويشد 13 إلى 5 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.